أميرة أمة ونصيب شعب، وكان له دور دائم لا يتأرجح ولا يتغير، كان يحدد بصرة الاتجاه الصحيح للدولة المصرية في كل مكان. نشعر بخسارة كبيرة مفرخاً أم مفكراً أم كاتباً أم صحفياً، تذكر له كل شيء. لا أحد يتذكر أنه كان وزيراً لأنه كان أقوى من كل المناصب وأقوى من كل القلاد. بس عمرو بس ربنا يخليك، شو ما بتكلمش في العزوات. شكرا.